مسكي مسكي تعي لأمي تعي هاتي لا هوني بظن هيك كسيين من هون كسيين من هون وفرشة سفنج ممتاز فرشة سفنج خلونا على فرشة سفنج ما تركوا شي يخرب بيتهم وين كان بعيات الحفل وين انتحب دوراتي من بيت أهلي وين صورة جدي قولي سرقوا كل شيء اه يا حوانتك يا عائلتك ريكوس ماما من شان الله طولي بالك هلا بيرجع خاله بيقول لك شو صار معه مو قال انه رولا تعرفت على صور الاثنين اللي كانوا واقفين تحت شفتي الله يرضى عليها يا رب شفتي لو ما لا قاعده على الشباك وعم تشوف الرايح والجايه ما كانت نكشته اه نشف دمعي نشف حلقي يخرب بيته يارا جيبي لي كاسة مي وعم بسرعة حاضر ماما انتي روقي بس شفتي طلعوا حرامية يا فيفي يا على حصي طلعوا حرامية كله منك لسه بدك تجوزيني وتخلصي مني شفتي ابنهم احول قلتي معلش قلت لك انا بدي اطلع نجمه سينما نجمه سينما ولا علقت اواعي بطلت بدي اطلع نجمه سينما مامي تعي اقعدي على الفرشه حياتي تعي والله اريح لي اقعدي مامي اقعدي اخ تكسرت شو هاد فرشه سفنج انا بنت اجريكوز اقعد على فرشه سفنج مين جابها ناطور ابو راضي ناطور ابو راضي صار الناطور ابو راضي جحدنا اغراض يا علوجه اه اسنديني ماما مامي ماما يلا ماما دايخه يلا ماما ماما مامي امي امي مامي شو ايه شو ها بعلبه الحلاوه بدك تشربيني سرقوا الكاسات سرقوا البرة والطلاجه والمايكروويف وجاطات البريكس حطوا المطبخ ما خلو شي ما خلو شي بعدولي لشوف شو ها يخرب بيتهم ما خلو شي ولك عدولي التليفون بسرعة وينو التليفون سرقوا التليفونات؟ شلون بدي اتصل بالشرطة واعرف شو صار معهم؟ اخ الوهات بسيطة مدام عليك العافية بسيطة صدمة عصبية خفيفة اعطيتها مهدئ وهلا بترتاح ايه هدية دكتور هدية قد ما فيك هدية اللي صار معها بيجيب الفالج الله سترك يا منيرة خان بدك يعني يصير معي فالج كله منك يا انفادي انت لازم يحبسوكي عم بتهلوسي اكيد عم تهلوس دكتور مو هيك الله يسامحك خوش انا لقيت وعد ربي ويشهد ربي علي ما زعلت انا تكون صايرة معي ابشك بالعالم كله شك فيك حتى انت يا دكتور الله يسامحك يا منيرة خانو والله اللي صاير معك بيجيب الجلطة كمان خدوها اكبعدوها عني جايبي اللي اهد شمت فيني بعد ما شامتني الحرمية والعصابات بسيطة مدام بسيطة انت لازم ترتاحي بعدين الست انفادي قلبي عليك ما سمعت تتمنى لي الجلطة بدي يعني يصير معي فالج ليش هذا يا انفادي شوي اللي صاير معي هذا فالج بنات انفلجت انا والله احد تحت لا مو هاد تعطيني ايدك مدام بدك تخطبني ماما عم تلوس حق معك مدام بدي اقيس نبضك شفتي كيف ما بصير يا مدام صار عندك تسرع خذ الله يخليك اعطيها ابره ثانيه شو ابره ثانيه ما بصير ابره بتموتني هدي شوي يا الله يا الله يا الله يا الله
تفضلوا هذا الاكل سويت لكم يا ام راضي. منيره خانم هي الشوربه من تحت ديات ام راضي. انت شريكن؟ طولي بالك مدام، طولي بالك، بسيطه. معلوم معلوم بسيطه. صرت انت تناطر تتحنن على بيت اكريكوس. والله ما دخلني يا مدام، الله وكيلك ما دخل. معلش لو سمحت اتركها هلا، ما وقتها. خلصنا ابو راضي، روح هتعمل لنا دباجه لك. روح روح على راسي على راسي مدام. وهي غدا ها، عليك العافيه يا خانم. وانتو يا بنات لازم تتركوا ماما ترتاح، لازم تنام لانه بس نامت بترتاح. وهذا الكرت خلوه معكم، هات علي رقم الموبايل والعياده بتعرفوها، اذا احتجتوا لشيء لا سمح الله اتصلوا فيني. علي العافيه. منيرة لا يكل لك فكرة، أنا حاسبته للدكتور هو وجاي. اتركوني ارتاح، ما سمعته شو قال، قال خلوها ترتاح. يلا حبيباتي فوتوا على أوضتكم تركوها ترتاح. ايه شمي منيرة؟ روحي انت أول وحدة، ما بدي شوفك. يلا متآمرة. آخ منيرة يا منيرة، أنا ليش جاي ملهوف؟ مسكنا العصابة خالي. مسكنا العصابة يا منيرة؟ شو ها؟ بتنجام إلي؟ حماتي بتحبني. ومسكوهم كلهم؟ طبعا كلهم، بس لولا يا خالي ما كان رجع منه ولا غرض. ايه الله يخلي لي اياك يا خالي، الهي يا رب. بس قل لي خالي، يعني شلون هيك اجى لبالك تروح على حلال؟ شغله ما بدها سكت بنت اختي، لما عرفت الشرطه انه واحد منهم من حلال. خالي خالي انا اللي تعرفت عليهم. لما تعرفت بنت اختي على صوره واحد منهم وعرفت الشرطه انه من حلال، خطر بالي انزل على سوق الحراميه يلي بالشام لعلي ابن الواويه ماهر. ما لقيت عنده شيء، وقمنا قلت له للشرطه خلينا نقعد نراقبه، ولما شفنا على انه راح لحلب. مين هذا اللي راح لحلب خالي؟ ابن الواويه بسوق الحراميه. يخزي العين على هالذاكره، فقلت اكيد العصابه ما راح تبيع اللي سرقتهن هون بالشام. خطرني اني اركب سياره اطلع لحلب لعند ابن صديق الي من بيت ايليش. أكلت مرة أنا وأبوه سمك بمطعم السمك بمصر. ابن الواوية بسوق الحرمية. يخزي العين على هالذاكرة، فقلت أكيد العصابة ما رح تبيع اللي سرقتهن هون بالشام. خطرني إني أركب سيارة أطلع لحلب لعند ابن صديق إلي من بيت إيليش. أكلت مرة أنا وأبوه سمك بمطعم السمك بمصر. خالي خلينا بموضوعنا. أنا موضوع خالي؟ موضوع الحرمية. ها إيه، فقلت له لابن ايليش على القصه تبعنا، وقام خبر جماعه بيعرفهم من اصحابه، بعتوني لعند ناس بيشتغلوا بسوق الحراميه بحلب. تعرفي كمان بسوق الحراميه بحلب تعرفت على جماعه من بيت الواويه. بوس ايدك خالي، انسلت عافيتي. وبعدين قمت شفت عنده يلي تعرفت على صورته بنت كرولا، قمت رحت خبرت الشرطه واجوا عفطوه قبل ما يصرف الغراض. لكان الخالي لكان الشغلة بدها شوية همة يعني. الحمد لله ما نسيت ولا كلمة. بس أنا ما بتأكد إنه رجع كل شيء لحتى يرجع كل شيء لمحله. معك حق، إيه شو عصابة؟ يخرب بيتهم وبيت بيتهم، قاشين كل شيء متاركين الوتكة. لتكوني زعلتي مني إفادي، ما كان قصدي، حطي حالك محلي. لا أيوه ما زعلت منك، أصلاً أنتِ مجنونة ما بينزعل منك. قصدي يعني الشيء اللي صار معك بزقق العقل، معقوله ترجع على بيتك وما تلاقي ولا غرض بمحله كله كله مسروق؟ يمكن لو انا كنت محلك يا منيره خانم كنت زتيت حالي من هون دوز دغري لعند ابو راضي وكنت رحت ميت شقفه. مين هذا ابو راضي؟ ناطور البنايه. شفتي؟ تاري مو عاملينها معنا بس، قال صاروا سارقين شي 10 بيوت. قولي 20 واكثر، وكلها بيوت محرزه ومليانه ومعبايه. يعني بيوت اكابر مثلنا خالي. مو مثلنا مثلنا، أقل منا. هلا
شفتي ماما؟ قصتنا مطروشة بكل البلد وكل الناس عم بتقول انه نحن نسرقنا. قصيت غني. اصلا الحرامية مو سارقين الا بيوت الاغنياء والاكابر يلي مثلنا. وطلع الدكتور اللي اجى لعنا ابن عم رفيقتي جميلة. مو هي الغليظة اللي بتحط نظارات؟ هي هي. هذا الدكتور اللي طلب ايدي؟ هي اللي ضربني ابره؟ ايه هو بذاته. شو وين اخواتكم؟ نادرين على الغداء. رولا بنوبة الحراسة على الشباك. وعليا مدري شو عم ترسم. يارا عدي. يارا ابن عم رفيقتك الدكتور يعني متجوز؟ بس غسل بقلك. يلا لكن رح حط الغداء.